أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قرآنيات. من شر ما خلق، من شر ما خلق. يا ربي هي بتتقري إزاي؟ أهلا بك يا أخي مالك. أهلا بك. هو جواب أخت فرحة، كلا الوجهين صحيحين ولكن حسب المذهب الذي أنت تؤمنين به في الإسلام. أنا كنت مؤمن بأي حاجة من شر، من شري يعني ما تفرقش معي أنا. عموما هذا النص الذي لدينا، الآية القرآنية تقول في على الآية الموجودة تقول على الشكل التالي: من شر ما خلق فعلا، ولكن في سورة الفلاق الآية رقم 2 النص اللي نحن متعودينه في طفولتنا وفي القرآن حالي، القارئ لما المشاهد بياخذ القرآن يفتح على سورة الفلق الآية رقم 2 يقرأ قل أعوذ بالله كذا من شر ما خلق، من شر في الكسر، من شر، نعم من شر بالكسر، آه ما خلق. هي القراءة اللي معروفة والمفهومة. إذا حسب هذه القراءة نحن يعني من يؤمن في هذا الكلام يتعوذ بالله، يلتجئ إلى الله من شر الأشياء التي هو خلقها، الأمور الله الشارع. خلق شر يعني، نعم من شر ما خلق. بينما لدى مجموعة أخرى محدودة جدا هي تسمى المعتزلة، هؤلاء يقرؤون بقراءة مختلفة، هي من شر ما خلق. من شر ما خلق ماذا تعني؟ أعوذ بالله من شر، من الشر، من الشر نفسه، بستعيذه من الشر. ما خلق نفي، الذي لم يخلقه، من شر ما خلق، ما خلق الله يعني، من شر ما خلق الله، من شر يعني بمعنى يعني أني أعوذ من هذا الشر الذي لم يخلقه الله. يعني بينفوا أن الله خلق شرور. نعم شرور. فإذا حسب هذا الرأي المعتزلي الموجود هذه القراءة أنهم يستعيذون من شر أو الشر الذي لم يخلقه الله. هم يقولون أصحاب هذا القراءة بأن يوجد شر في العالم، الله ليس خالقه. طبعا هذه القراءة مرفوضة من التيارات الأخرى الإسلامية سواء سنية أو شيعية، لأن القراءة المعتزلية عندما تقول أعوذ بالله من شر ما خلق، أي من الشر الذي لم يخلقه الله، هي تقول إذا سلطة الله لا تشمل كل شيء، في إلى حدود يوجد أحيانا شرور في العالم، الله لم يخلق هذه الشرور. ده المعتزل اللي بيقولوا كده. بينما القراءة العامة السائدة تقول إن كل شيء الخير والشر هي من خلقة نعم ربنا، نعم إني خاضعة لسلطة الله. فالقراءة المعتزلية إشكاليتها إن هي تشمل يعني سلطان الله وحدود الله، أن تقلص جزئيا سلطان الله على على جزء من العالم وهو الشيء الشرير، بينما الآخرون يضعون سلطان الله شاملة. فهذه القراءة ملاحظ أن في هذا مجرد تغيير التنوين، التنوين على طول غير كده وخلى في ناس معتزلة وفي ناس وسمح أيضا بتفاسير متناقضة فلسفيا، يعني نحن لدينا هنا رأيين فلسفيين متناقضين. أنا بشكرك يا أخي مالك، وأنا بقول لكم شفتوا بقى يعني وصل لكم القرآن إزاي؟ ناس تقول من شر وعندهم وجهة نظر، وجهة نظرهم مقبولة إن الله لم يخلق الشر. طيب والناس التانيين يعني الباقي المسلمين يقولوا من شر، يعني الله برضو بيخلق الخير والشر. أنا مش مشكلتي الله خلق الخير والشر ولا خلق الخير بس، الخير بس ولا حاجة خالص، بس حطكوا محمد أو كاتب القرآن في حيص وبيس، هل هي حيصن ولا بيس؟ شكرا جزيلا ونشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.